ما هي مقتضيات كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ مقتضى كلمة التوحيد لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن تترك عبادة ما سواه، كما قال إبراهيم عليه السلام ما حكاه الله عنه، وإذ قال إبراهيم لقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فمقتضى لا إله إلا الله البراءة مما يعبد من دون الله وعبادة الله وحده لا شريك له. وكذلك من مقتضى لا إله إلا الله موالاة أولياء الله ومحبتهم ومعاداة أعداء الله وهجرهم والابتعاد عنهم، هذا من مقتضى لا إله إلا الله، مقتضى كلمة التوحيد إنني براء مما تعبدون. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وأما مقتضى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ألا يعبد الله إلا بما شرع. الواقع كلمة كبيرة جدا شيخ صالح، تتفضلون أيضا بزيادة الإيضاح بهذه الجملة الأخيرة، ألا يعبد الله إلا بما شرع، معنى ذلك المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتقرب إلى الله بشيء لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم من البدع والخرافات والمحدثات. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في رواية: من أحدث بأمرنا هذا لا ليس منه فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. معنى أن لا يعبد الله إلا بما شرع معناه المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لا يقدم الإنسان على أي عمل يتقرب به إلى الله إلا إذا كان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قد شرعه لأمته، أما ما لم يشرعه لأمته فهو بدعة وضلالة يجب تركه، ولو فعله من فعله من الناس أو استحسنه من استحسنه من الناس، فإن المشرع هو الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الله سبحانه وتعالى، فهو مبلغ عن الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.